من الكويت خلينا نتكلم بالعكس انظلم هذه شغله. انا كنت اتمنى في المهرجان اللي شفناه امس كان يكون هم مساهمة يكرمون في بدر في هذا المهرجان بحضور ريال مدريد ان نتكلم قدام العالم هذه كلها وقدام فريق ريال مدريد ان عندنا لاعب كويتي حصل على جائزه على مستوى العالم يعني لا تقل نجوميته عن النجوم صحيح. ابطال العالم يعني. صحيح. فانا كنت اتمنى حتى امس انه يتكرم بدر في هذا المهرجان يكون قدام العالم قدام القنوات كلها. طيب ابو حمود في هذه النقطه يعني انت يوم خذيتها 98 هل كرمت؟ هل التكريم اللي حصلت عليه يعني حسسك انه صدق خذ جائزه كبيره؟ شوف هو التكريم احنا مشكلتنا احنا بالكويت للاسف انه اول شيء ابارك حق اخوي بدر مطوع وهذا طبعا قليل بحق امانه بدر لاعب على مستوى عالي يمكن الهديه هذه او الجائزه هذه يعني بدر اعطاها مثال امانه حق من ياتي من بعده امانه وهذه وهو يستاهلها هذا الشرف مو حق الكويت حق الامه العربيه لانه هو واحد من الامه العربيه وبالتالي يستحق هذه الجائزه. احنا عندنا مشكله بالكويت امانه اللاعب النجم او اللاعب مثلا يحصل على جائزه سواء كره القدم او بقيه الالعاب انا اعتقد مهضوم اعلاميا مهضوم من قبل المسؤولين بالتكريم. يعني اليوم انت يعني الجهه مثلا خلينا نقول المعنيه مثلا الاولى خلينا نقول الهيئه العامه شؤون الرياضه، الجهه الثانيه مثلا الاتحاد الكويتي، الجهه الثالثه ناديه مثلا هذا على مستوى الرياضه ولكن بدل الله ياتي بديلا لفهد الانصاري. بدر مين الشيخ لعبه وخطره جول 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 الله 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 ما حد يجيبها الا رجالها 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 بدر مطوع بدر مطوع وصل مره ثانيه للقادسيه وملعوبه القادسيه ودخول جول 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 بالفعل جول مجهود فردي غزاوي مجهود بدر المطوع وليد بدر 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 الله يا بدر وسط البدر منك يا بدر والشيخ لقى لنا حتى اليمين لعبة الى مطوع مطوع مرة ثانية مطوع بسدد الله انت غير الناس عندي انت عندي شيء كبير كيف بصبر ولا شيء خطرة هذه لو لعبها بدر مطوع جول لو لعبها بدر مطوع قوية فعلا في المرمى كرة ملعوبة للقدسية وفرصة ويلعبها إلى بدر مطوع الله هذه بجم ملعبها هذه الكرة والثانية الله الله الله, الله. والمرور بدر بدر هو الجول بدر المطوع ظهوره الأول مع القادسية كان في بدر المطوع شيء مميز عن أقرانه من اللاعبين عكس أن لدى هذا الفتى الصغير النحيل الكثير ليقدمه مرت الأيام ولم يخيب المطوع التوقعات والأحلام ببروز نجم جديد في سماء الكرة الكويتية يكمل مسيرة التألق التي بدأها من قبله أجيال جعلت للكرة الكويتية مذاقها ورونقها الخاص وصنعت تاريخها المشرف والحافل بالإنجازات عندما أظلمت سماء الكرة الكويتية وصار ليل الأزرق حالكا أتى بدر المطوع ليقول أن الأزرق لا يأفل وقمر كروي يشرق عبر أجيال من النجوم تنير له دربه ومساره فحمل على عاتقه ثقل المسؤولية سواء مع ناديه القادسية أو مع المنتخب حتى صار الفارس الذي يقود النادي والمنتخب في المعارك الخضراء الكرة الكويتية قدمت على الدوام نجوما أرعب الخصوم وتركوا أثارهم في كل مرمى مواجه للمرمى الكويتي واليوم جاء الدور على بدر المطوع ليحمل لواء نجوم الهجوم الكويتي الذي يدك حصون الخصوم فأعاد بدر ورفاق دربه الهيبة للمنتخب بعد سنوات من التراجع
على صعيد النادي حمل بدر أمانة الهجوم القدساوي في وقت مبكر من حياته الرياضية، ولم يخيب الظن عندما صنع وجيله عهدا ذهبيا للأصفر، وحقق المطوع مع رفاقه في النادي بطولات وإنجازات لم يحققها أي جيل آخر في تاريخ القلعة الصفراء، ليجمع بدر المطوع المجد من جهتيه النادي والمنتخب، فاستحق حب واحترام وتقدير القاسي والداني، وختم عقدا من تاريخ الكرة المحلية بختمه، وصار نجم الألفية الثانية من عمر كرة القدم الكويتية وكذلك الآسيوية، بعد أن رشح لأكثر من مرة لنيل جائزة أفضل لاعب كرة قدم في القارة الصفراء، وهو إنجاز لم يتحقق لأي لاعب كويتي سوى بدر المطوع. يمكن قلتها اللي هي الأولمبيات، وهذه راحت علينا، شاركت فيها يمكن مرتين ما حالفنا الحظ. عندك كأس العالم، يعني هذا الحلم الوحيد وحلمي من وأنا صغير، يعني أنا أوصل كأس العالم، فإذا ما وصل كأس العالم يعني ما راح تشفى لي هالألغاب صراحة. يعني أنا واحد من الناس عندي قناعة بهالشيء، يمكن عندي فرصة أخيرة، ممكن تصفيات الجاية راح تكون الأخيرة، فإن شاء الله. هي دائما روسيا فالخير علينا إن شاء الله، إن شاء الله. روسيا رحنا أولمبياد موسكو، روسيا الشيخ أحمد الفيض صار رئيس الأمك، روسيا إن شاء الله نوصل فيها كرية أمانة. هذا الكلام اللي قاعد يدور وقاعد يقال، يعني حتى ما اعتذرت عن هالتصرف إذا صار منك، يعني إحنا نقول إذا بالفعل بدر موش. أنا يمكن كنت ضيف في برنامج الديوانية وتكلمت بهالموضوع، طبعا يعني العرض ونادي القادسية وافق من قبل كلمني، يمكن يعني كلمونا ان احنا موافقين، فنادي النصر اعلنوا ان بدر المطوع يعني انه خالص ويعلن اليوم الفلاني. طبعا انا كلمتهم قلت لهم يعني نطروا خلي اشوف موضوع دوامي. طبعا انا راجعت الدوام كان اربعة وخميس، والثلاثة بالليل قالوا لي الخبر ان اليوم انت مسافر، فاربعة وخميس رحت الدوام وسويت اجراءات، يعني كتبت كتاب رفعته ان يسمحون ان انا احترف لرفع اسم الكويت، والكتاب يعني كتبته بصيغه ان عشان ينعرض حق المسؤولين فيه احترام اكيد اكيد صح. وحتى قالوا لي انت بتفرغ، قلت لهم انا خاف التفرغ ما يمشي، لان التفرغ انا تبع نادي القادسيه والان رايح نادي النصر، فالتفرغ ممكن تصير عليها ان مساءله قانونيه او مشكله. من اللي قال لي تفرغ؟ انت تفرغ من اللي قال؟ للمسؤولين اللي موجودين دوامك يعني. ايه. فقلت لهم ان انا بقدم اجازه، انا عندي رصيد اجازات اقدم اجازه، لان انا ما عندي صراحه الخبره الكافيه بهالامور، وانا يمكن قلتها، فقدمت الاجازه ان كبديل ثاني، والبديل الاخير اللي هو على الاقل لو يعطوني اجازه من غير راتب او يعني ايا كان. طبعا الجمعة كان الإجباري الحضور للنصر خاصة السعودية، يعني السفر للسعودية خاصة إنه لا مو وقع إنه حضر أهم شيء، خاصة إنه شنو الجمهور كله ناطر، فأنا كلمتهم قلت لهم زين نطروا ليلة أحد، قالوا ما ينفع ننطر ليلة أحد، لأن قالوا لي إن بنعرضه يوم الأحد الكتاب، فقلت إن أنا أروح وأشوف الأوضاع وأنطر الجواب يوم الأحد. طبعا اقول لك يمكن يوم وصلت يوم الجمعه وشفت الاستقبال يعني الخيالي صراحه من من جمهور نادي النصر، يعني شيء غريب صراحه، عمري ما استقبلت بهالاستقبال صراحه، وانا اقولها يعني وكذا مره اقولها، هذا شيء حقيقه يعني ان استقبلوني استقبال ما شفته صراحه. فبعدها يعني فكرت ان انا اوقع، شنو المشكلة يعني شنو إذا وقعت، هل أنا راح انفصل أو أن أتعاقب، فأنا ما أدري شنو الإجراء اللي راح يصير. فيوم الأحد كلموني، وقع طبعا مع نادي النصر، كلموني الدوام أنه رفض كتابك اللي كتاب الإجازة، الكتاب اللي أنا رفعته أن أنا أبي أحترف، شنو الإجراء. طبعا في ناس أنه بدوني خير ان شاء الله ونحل المشكله، فبعدها كلموني ان تعال قدم استقالتك. طبعا مو من يعني مو مسؤول كلمني، واحد مدني عن طريق مسؤول كلمني، فانا ما خذيتها ان جديه، غير اذا المسؤول هو نفسه اتصل عليك وقال لك انت تعال قدم استقالتك او تعال خلينا نحل المشكله.
بس انه كلمني تعال قدم استقالتك. عرفت؟ وانا قلت لك يمكن ما كان عندي خبره كافيه بهالموضوع. فبعدها ان انا ما ابي اقدم استقالتي لان ما ابي اطلع من الحرس صراحه. يمكن هذا امنيت ان انا يعني ومنيت ان انا اتوظف بهالمكان توظفت فيه، فما ابي ان انا استغل. طلع يمكن لو انا مستغل افضل لي بعدها عقب ما تصرحت. لو انا راد مقدم استقالتي وراد مره ثانيه السعوديه، اول ما اخلص من السعوديه سنه سنتين ثلاث عندي حق 4 أو 5 سنوات اذا واحد مستغل يقدر يرجع. فانا ان اقدر ارجع ان انا مقدم استقالتي، انتم مو مسرحيني. عرفت شلون؟ فهذه الشغله اللي انا يمكن اخطات فيها ان انا ما رديت قدمت استقالتي. بس الواحد مو معصوم من الخطا يعني. يمكن انا قلت لك انا قليل خبره بهالمجال، وخاصه ان انا تفرغات كانت ورا بعض ومشاركاتي مع المنتخب، فما كنت ذو خبره يمكن عاليه بهالموضوع. فيمكن انا تكلمت وقلت ان انا غلطت بهالشيء ومستعد يمكن باي عقوبه، ورديت وقدمت كتابين، كتاب اعاده خدمه طبعا الرفض ان يعني انت مصرح فما يصير تعيد خدمتك. فقالوا لي قدم كتاب استرحام، وقدمت كتاب استرحام وقدمت الاعتذار وكل شيء، ولحد الان ما في اي رد. طيب فمثل ما قلت لك يمكن انا ما اقول لك انا مو غلطان، انا غلط بس لا واحنا الحين يعني الغلطه انا قلت لك يمكن ما كنت اقصدها، او ان انا اعاند، او ان انا مثل ما قلت انت انا هين لا لا هذا اللي يقال يعني بدر. انا هذا اللي يقال ردا على هذا، على الحين الكلام اللي قاله بدر. احنا اللي يبقى قدام بدر نقول غلطان، بس لا يعني فرق بين واحد يغلط بقصد واحد يغلط بدون قصد. ومن يعني الغلطان؟ لا لا لا, لا, لا هو بدر غلطان. بدر ادري بدر غلطان، احنا نعترف، احنا نقول قدام نقول غلطان، لكن اكو فرق بين واحد يغلط بقصد على مثل ما قلت يبي يهين الناس وهذا، وفرق واحد بحسن نيه يغلط يعني، وبشر هذا مو ملائكه ولا معصوم. فاتت فيه صعب، لحظة خليه يراجع دور ثاني طلع. لا لا في أهداف يمكن في أهداف يعني يمكن كثيرة، وكانت يعني ما في هدف معين. لا ما في هدف معين يعني، في أهداف على إندونيسيا الثاني لا هذا على بنغلاديش والله. لا في أهداف يمكن على منتخب أستراليا في الكويت، يمكن هدف كأس الخليج اللي كان في قطر على الحارس الكبير محمد عيا. في أهداف يمكن تذكرها يعني، خاصة على حراس كبار يعني. مش شرط يكون هدف جميل بعد، يكون هدف إنه سوى يعني أهل ولا هذا صح. هذا ما هتقول لك أنت اللي بتويتر صح؟ إيه بس في يمكن كذا كانت مسوي نفس الاسم بس معروف اللي عنده 50 واللي عنده ابو 60 50 وصاعد بدر مطوع يستاهل الفقاره. امنيه لم تحققها بعد، هذا سؤال من هالعشر اسئله ترى اللي عندي انا عشان ما بيزعل. صور حق كاس العالم قلتها يمكن، هذا حلم وامنيه. طيب زين عزيز، نعم يوسف الكندري اللي سوى لك شريط دي في دي مال الاهداف العرباوي. ايه؟ هذا عرباوي سوى الغدساوي يسلم عليك. ناصر الفضلي مراسل الكاس يقول بندر عذبهم لابس بدر مطوع ودوخهم. في اخ هلال هني يسلم عليك يتمنى يشوفك بالهلال معنا تويتر. هذه نوصلها جميل. خنسوي عليه دوره برمضان بنسوي. اللي يعرف صوره اللي حاطها بدر منه ايضا.